تول وعلى سب سيليكشن وعلى سيليكشن تول. في اساليب ثانيه للرسم جوه فلاش، ان انت ترسم بالبيزك شيبس. بيزك شيبس اللي هي الاوفل والريكتانجل، تمام. هنكبر الانسبكتور عشان البروبرتي عشان نعرف ايه اللي هنعمله بالظبط، تمام. لو كنتوا فاكرين اف 4 اف 4 و ورك ستيت لي اوت هشام 2، هرجع تاني لهشام 2 وانا كان في حاجه حصلت اقول له شو اول، تمام. زي ما قلنا قبل كده الكانفاس تعالوا نغير حجمها عشان تملى الجزء الفاضي ده كله، نخليها مثلا 850 في 400 زي ما هي. اوكي، اعتقد كده مالت الجزء الابيض، تمام. شغل فريمز، تمام. بقت عندنا مساحه شغل كبيره. طيب نرجع برضه هقول لكم تاني ان في تولز تانيه للرسم. اول حاجه الاوفل تول. الاوفل بمجرد ما بتعمل كليكنج عليها بتديك لونين، تمام، السلوك والفيل. بس برضه هنا في لونين، السلوك والفيل. لو انت خدت التول دي واشتغلت بيها هنا هتنفذ الالوان اللي موجوده هنا، تمام. وبعد كده وهي على الستيج انت ممكن تغير الوانها من هنا، ان انت تعمل لها سيلكت وتغير الوانها من هنا. طيب ننقي الوان ثانيه للستروك والفيل، تمام. ناخد الاسود وناخد اللبني ده، تمام، ونرسم دايره، تمام. واحنا بنرسم دايره زي ما انت شايف ان هي بتنط مره واحده كده وتروح، يا تقول لك اعمل لك اليبس يعمل لك دايره. لو انت ملاحظ حرف الماوس اللي هو الكروس بتاع الماوس تحول لدايره، هو بيقول لك دلوقتي انا دايره كامله الاستدارة. لو عملنا ريليز اوكي دايره كامله الاستدارة. طب انا عايز اعمل دايره كامله الاستدارة من غير ما ابقى ضغط قوي بالماوس. طب دو شيفت وارسم، دو شيفت وارسم، هي دايره لوحدها اهي، بيرسم لك دايره كامله الاستدارة بمجرد ما سبت الشيفت، تمام. اوكي طيب احنا قلنا في عندنا حاجتين الوستروك. طيب عايزين نرسم في الوستروك اكبر من كده شويه، الستروك يبقى اكبر من كده شويه. طب نعدله من تحت نخليه 3 4. اوكي تمام، وندوس هنا في الكانفاس في الفاضي، وندوس كنترول تحدو شيفت، انا اسف شيفت، وندراج دايره كامله الاستداره. هنعمل ريليز اوكي، احنا كده عندنا فيل وستروك. اوكي طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ ان احنا ناخد ال ريكتانجلر تول، ناخد الريكتانجلر وندوس الشيفت ونرسم. عايز يعمل لك ريكتانجلر، تمام، لكن لو عملت كده تمام انا لسه دايس على الشيفت. بص مربع بس. طب انا هسيب الشيفت اوكي مستطيل، تمام. يعني نقدر نعمل دايره كامله الاستداره، نقدر نعمل اليبس او معين شكل بيضاوي، او ممكن نعمل مربع اضلاعه مساويه لبعض، وممكن نعمل مستطيل، تمام. طيب لو احنا جبنا اوبجكت وشيلنا الستروك بتاعه كده، انا عملت كليك على الستروك لحد ما لونه ما اتغير، تمام. هنا الستروك لونه ما اتغيرش كله، تمام. هعمل دبل كليك على الستروك، تمام. زي ما انت ملاحظ غير لي الستروك كله، بقى فيه نقط البيضاء، هعمل له ديليت، تمام. خد بالك منها عشان دي دايما كل الناس بتتلخبط فيها. اوكي انا لو عملت
سلكت للدايره دي وحطيتها هنا تمام، ورجعت في مكان تاني رحت عامل كليك، الاثنين شيب دول لزقوا ببعض تمام. دي لا هي ميزه ولا هي عيب، ده اوبشن من الاوبشن من الاوبشنز بتاع فلاش. يعني انا ممكن بالاسلوب ده ممكن اعمل رسمه حقيقيه ان انا الزق شيبس ببعض واقعد اقتص منها وازود عليها بشيبس ثانيه. طيب نجرب حاجه ثانيه، هعمل كنترول وزد لحد ما الدايره والمربع يبعدوا عن بعض. لو انتم فاكرين احنا عندنا اندو ليفل لحد 100 مستوى تمام، همسك الدايره واغير اللون بتاعها او اغير الفيل كلر بتاعها نخليه الاخضر مثلا، وهناخد تاني ونروح رايحين حاطينه مطرح مكان، ونروح نكليك في مكان تاني بعيد. تعالوا كده نبعدهم عن بعض. ايه اللي حصل؟ ان الجسم اللي اتحط على التاني هو اللي اكل منه جزء، يعني الجسم اللي جه فوق التاني اقتص منه جزء. طب تعالوا نجرب لو شلنا ده حطينا هنا ايه اللي هيحصل؟ تمام؟ الجزء اللي اتحط فوق التاني هو اللي اقتص من التاني. طيب زي ما قلت لك دي لا هي ميزه ولا هي عيب. دي طريقه رسم فلاش اللي هي مختلفه شويه عن معظم البرامج اللي بتعمل دروينج. طيب هنكليك كده على الاوفل تول وهنبص على الجزء ده. اوبجكت دروينج. الاوبجكت دروينج زمان لما كنت عايز تعمل رسمه مفيش حاجه تلمسها او لما تعدي على رسمه ثانيه ما تاخدش منها جزء كنت تعمل حاجه اسمها جروب. هو هنا وفر عليك الموضوع ده بالباتن ده تمام، وده الديفولت طبعا هو ما يبقاش كليك يعني مش شغال. انت هتشغله وهتكليك على التول اللي انت عايز تشتغل بيها وهترسم كده دايره، هتتفاجئ ان هو حطها لك في مربع تركواز تمام. ده بقى معناه ان ده جروب تمام. طب نعمل واحد تاني عشان نتاكد تمام. برضو اهو زي ما انت شايف اللاين عشان نشوفها شويه، اهو في لاين جوه التركواز تمام. طيب لو عملنا خدنا الشيب ده حطيناه فوق التاني تمام وعملنا ريليز وحركنا ده كده، لا ده اختص من ده حاجه ولا ده اختص من ده حاجه، والاثنين بيتعاملوا مع بعض كانهم تو سيبريت انتيتي يعني اثنين منفصلين تماما. طيب عايزين نعدل ده نعمل ايه؟ اعمل دبل كليك جوه. اوكي بريك جوه دروينج اوبجكت تمام؟ نعدله؟ حاضر نعدله. خدوا بالكم ان انا برضه برسم والاوبجكت معمول له كليكنج، يعني ال هنا ده معمول له كليكنج. طيب اختار من غير كليكنج واختار من غير خليه لون ابيض مثلا ونخليه من غير ستروك، خليك فاكر ده الخط صغير بيعمل ان مفيش لاين، خط صغير لونه احمر اللي في الالوان تمام. هدوس ريليس وريليس الشيفت هو كمان ونرجع لسين واحد. انت عدلت الاوبجكت بتاعك. Do you want me to ignore? Yes, okay. اديك عدلت اوبجكت تمام. اوكي تعالوا نحطهم برضو على بعض، مفيش اي حاجه بتحصل. في حاجة برضو لازم تعرفها، ان لو احنا بنشتغل مع اتنين اوبجكت اللي اتعمل فيهم الاول يبقى ورا واللي اتعمل فيهم بعدين يبقى قدام. يعني تعالوا نجرب تاني، دوس كنترول و ايه وديليت ونختار الاوبجكت ده او الريكتانجلر ماشي لونه ابيض معلش. اوكي خليه
جراي. اوكي ونختار الاوفر تول ونرسم دايره. تمام خليكم فاكرين المربع هو الرسم الاول. طيب ده اوبجكت وده اوبجكت. تمام مين فيهم فوق التاني؟ طيب مش واضحه شويه؟ مين فيهم فوق التاني؟ تمام؟ زي ما قلت لكم اللي اترسم الاول هو اللي ورا او هنفترض ان هو على الدرجة اللي ورا. طيب عايزين نغير ده من ده، يعني عايزين نجيب ورا ده ورا، نجيب ده قدام ونرجع ده ورا. معلش انا عملت كليك. طيب دوس عليه واعمل كده رينج برينج تو فرونت او برينج فورورد. برينج تو فرونت يعني هاتوا اول حاجه. اوكي عملنا برينج تو فرونت، نرجعه تاني رينج سنت تو باكورد. سنت باكورد. اوكي كده احنا عرفنا شويه حاجات كويسه. اوكي هنفتح فايل تاني فلاش دوكيمنت وهنبتدي نعمل اللي انا كنت بعمله. لازم تمرن ايدك، مش هينفع تسمع بس وما تتمرنش عشان الحاجه ما تروحش من دماغك. اوكي نبقى نشوف الدرس تاني كمان شويه.